السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنعطيكم ملخص لما صار معي على عدة سنوات في موضوع السكر وكيف تخلصت منه في مرحلة من مراحل العلاج الطويلة والتي يجب التركيز على ما حدث فيها، لأنه له عبرة وله دروس من هذا الذي حدث. مبدئيا بنقول إن احنا تخلصنا من جميع الأدوية، يعني أدوية السكر، الحبوب السكر نوعين، وكان الديميكرون والجلوكوفاج والإبر السكر بالإضافة إلى دواء الضغط بالإضافة إلى دواء المعدة، والمعدة هو الاتكاع المريء. أصل الموضوع هو تقليل الخبز. تقليل الخبز معناه منعه، ومعناه بالمرة منع النشويات، وهذا من شأنه أن يحدث لك تغييرات جذرية وتغييرات ممتازة في الصحة العامة. يحدث معه نزول وزن ونزول كرش وما أدراك من الكرش، ونزول دهون البطن ونزول دهون البطن السفلية، وهذا من شأنه أنه يقلل الضغط على الجسم. يبقى الموضوع انتهى بإيقاف علاج السكر، إيقاف علاج الضغط، إيقاف علاج الارتجاع المريء، العمل على استقرار الحالة وهو يستمر إلى قصد مدة تصل إلى 6 أشهر أو سنة على حسب كل واحد وما يجرى معه. أنا بالنسبة لي حصل لمدة 2 سنين أو أكثر إلى أن استقرت الحالة بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.